قد يسوق الله إليك قدرا يبكيك ساعة لئلا تبكي بعده دهرا. قد يسوق إليك تأخيرا لأمرك سنة لئلا تتوقف بعدها الخيرات عنك دهرا. قد يتركك تنادي طويلا ظنا أن صوتك لا صدى له عنده لتطيل النداء فيزداد الدعاء فيعظم العطاء. قد يتركك للأيام تأكل جدران قلبك يأسا دون إجابة لأنه يعلم مدى حلاوة الجبر بعد اليأس من النص فيكتب لك أجر الصبر وحلاوة الجبر. قد يراك نائما قانطا من رحمته ساخطا على قدره ثم يوقظ عبدا صالحا من عباده في ثلث الليل يذكره فيدعو لك غيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. صدق الله العظيم.